نصل الى السماء الاخره والتي نسعى الى او نسعى اليها المرصد المغربي من اجل الحد منها والوقوف عليها بشكل علمي وبدائره علميه، خاصه على انه ربما لم يسبق ان قامت اي دراسه بدراسه ظاهره حاله العود في حق الاحداث. وكان المرصد المغربي للسجون السابق في هذا المجال، وقمنا في دراسه متعلقه بالاحداث وتتوجد كذلك بين الوثائق والملفات التي قدمت الى الحضور الكريم ولا هذه الدراسه التي مولت من طرف الاتحاد الاوروبي والتي ساعدت المرصد كذلك للوقوف على ظاهره العود في حق الاحداث والاسباب والمسببات التي تسبب هذه الظاهره. اذا هذا الموضوع ديال الدراسه اللي ربما يمكن ترجعوا له. اما فيما يخص الدراسه الموضوع هذه الاحاطه الصحفيه، نجد على انه ظاهره العود 26% هي نسبه هي حاله العود 26%، وهذا رقم يقلق. 49% من الاحداث المعاودين في حاله عود، وجود صعوبات ذات طبيعه اجتماعيه عائليه في عمليه الادماجيه، بينما واجه 36% صعوبات اقتصاديه و11% عودوا الى جريمه بسبب المحيط الاجتماعي والرفق والرفقه السيئه، في حين كان السبب هو الشعور بالاهانه والاذلال بالنسبه ل 5%. هي تتضح على انه لا زال العمل شاقا فيما يخص اعاده الادماج وتوفير ظروف العيش الكريم وتوفر كذلك فرص العمل، خاصه على انه الجانب ديال 36% في الصعوبات الاقتصاديه هي ربما تشكل كذلك عائقا.